7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. سوي كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقول لنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. تحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا أنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.